تعال شوف. يلا خبرني شو شفت. شفت 3 أشخاص سيدي فاتوا على بيت، شفت البنت كمان. وين شفتهم؟ كنت عم اقرأ على الغنمات هنيك، شفتهم على التلفزيون مبارح، ونفس البنت. أي بيت؟ هداك. أنت متأكد؟ ايه متأكد سيدي، بترجاك خلصنا من هدول المجرمين، هنن بيدمروا وبيحرقوا كل شيء، وهنن يلي قتلوا أبي من زمان. بينتك تعبان يا حسن. انا بخير سيدي. من امتى مالك نايم؟ من يومين. يلا روح وارتاح شوي. تحت امرك سيدي. سيدي اتاش بعت لنا صوره من هداك المكان، عم بيقول يمكن يكون هذا البيت اللي موجود فيه الخاطفين. لازم نراقب المكان لنتاكد 100%. بعده طياره بدون طيار. تحت امرك سيدي. الرقيب أول جود سيدي، بعد إذنك في خبر العقيد أردام. سيدي إجت زوجتك لهون، هي عم تستناك. عن إذنك سيدي. طيب أردام، جولا شو عم تساوي هون؟ لسه ما في خبر عن بنتي؟ والله رح جني يا أردام. لا قولي بنتي. رح ألاقيها، بس اصبري شوي. ما عاد اتحمل، من لما انخطفت ما نمت بنوم. وينها وشو حالتها؟ جوعانة ولا عطشانة؟ جولار الكل عم يدوروا على بنتنا. ما تعرضت لأذى مو هيك؟ لا هي منيحة، لا تقلقي. أنا مشغول كتير، لا تواخذيني، اصبري شوي. ايه لسه اصبري اصبري. لإمتى بدي اصبر؟ ما عاد فيني اتحمل، بترجاك فهمني انا ام. ليكون صار معها شي سيء وعم تخبي عني. لا انا ما عم خبي عليكي اي شي جولار. روحي رجاء، لا تصعبي الموضوع علي اكثر. سيدي في شي؟ لساتنا عم نراقب المنطقة، ولما نحدد الهدف نتحرك. سيدي في صورة، السيارة يلي خطفت بنتك وقفت قدام البيت يلي حكى عنه أتاش. بلال أنت جهز فريقك، وأنا رح أحكي مع رئيس الأركان. تحت أمرك سيدي.